معالجتنا للقرصنة خطأ، معالجتنا للإرهاب خطأ، ومعالجتنا للأمراض خطأ. معالجتنا للأمراض خطأ كيف؟ إذا كان إحنا المصل متاع المرض اللي ينتشر زي الإنفلونزا متاعت الخنازير، وإن شاء الله تجيكم الإنفلونزا متاعت الأسماك في المستقبل، على أي حال إن المصانع تشتغل متاعت المخابرات هذه، إذا كانت هي تباع بثمن غالي معناها تجارة، يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الرأسمالية تحصل أموال ببيع الأموال. عيب، هذا حرام عليكم، الأمصال لا تباع، الدواء لا يباع. أقروا الكتاب الأخضر، لا يسمح ببيع الدواء، الدواء لا يباع. اعلنوا قولوا الدواء مجاني، الأمصال مجانية، مش حتنتشر الفيروسات لأن خلقوا فيها باش يعملوا أمصال وباش تكسب منها الشركات الرأسمالية. هذه معالجة خطأ، اعلنوا الأدوية لا تباع مجانية، وإذا كانت حتى فيروسات حقيقية يجب الأمصال، لا نبيع الأمصال، يجب نبيع، يجب نعطيها بلاش. العالم يبذل جهد ويصنع هذه الأمصال لينقذ نفسه.